السلام عليكم، معكم لاجونس ديال زهره بالعقار في مدينه ديال الناظور. احنا اليوم حدا واحد الفيرما كتباع، فيرما مجهزه فيها المنزل فيها كل شيء. هاد الفيرما هذه جايه في الطريق وجده بين اغبال واحفير، المساحه ديالها 1788 متر محفظه. هنايا الدخله كما كتشوفوا كنلقاو هاد الاسباس هذا هنايا كبير، فيه الشجر ديال الزيتون. عاد كنلقاو الباب ديال الدخله عاوتاني الثانيه اللي كندخلوا بها اللي عندها لاكسي لداخل المنزل، وكاين واحد الاسباس فيغ تما عاوتاني كاين فيه الشجر، لانه هاد الفيرما هادي كما قلنا المساحه ديالها ما شاء الله 1788 متر، يعني تقريبا واحد 2000 متر. فيها منزل، واحد المنزل ار بلس ان عنده 4 ديال الواجهات، وكاين فيها الشجر ديال الزيتون، كاين الشجر ديال الفيراس ديال البرقوق، فيها بزاف ديال الشجر ديال الفواكه تما. فوالا هنا الدخله في الباب الثانيه. هنا عندنا لاكسي ديريكت الفوق للدار اللي هي اون فاس معنا اللي هي ار بلس ان. كنذكروا انه كاين المحافظه تما، كاين فيها البير. هاد البلاصه هذه هي الكراج هنايا، هاد الكراج كاين هنايا. ملي كندخلو من الباب ديال برا على يدنا ديال اليمين كاين الكراج، فوالا كما كتشوفو هنا هذا هو راهو الريدو ديال الكراج. الناس اللي كيقلبو وباغيين يشريو شي ارض يكون فيها السكنه فين يسكنو، ويكون عندهم واحد ليسباس فيغ اللي يكون فيه الشجر كما قلنا يستغلوه الفلاحه ولا. فهاد العرض هذا راه كيهمكم بدرجه اولى. الناس اللي عندهم الغرض وشافوا هذا الفيديو هذا يتصلوا بينا على الرقم ديالنا 0644017000. كما كتشوفوا هنا كاين البير، فوالا كما قلنا هذه فيها المساحه 1788. فيرما مكونه من دار اللي عندها 4 الواجهات ار بلس ان، فيها البير، فيها واحد الصريج ديال الماء صغير، فيها الشجر ديال الزيتون ديال الفيراس ديال البرقوق وبزاف ديال الفواكه اللي كاينين تماك. الناس اللي كيقلبوا يشريو شي فيرما قلنا طريق وجده ما بين اغبال واحفير. الناس اللي عندهم الغرض بهذا العرض هذا ولا هما عندهم شي عقار بغاو يديروا له الاشهار او التقييم، يتصلوا بنا على الرقم ديالنا 0644017000 من نهار الاثنين حتى نهار السبت، من 9 ديال الصباح حتى 5 ديال العشيه. الناس اللي مهتمين وباغيين يديروا يعني يكون عندهم واحد الفيرما، يا يعني اما يستغلوها ك انفيستيسمون ينفيستيو الفلوس ديالهم في المجال ديال الفلاحه، او لا هما باغيين تكون عندهم شي سكنه وتكون عندهم ارض كبيره يغرسوا فيها الشجر ديالهم. الناس اللي مولوعين بالفلاحه وبهاد الاشجار وهاد الشيء هذا. الموقع ديالها مزيان، راكم شفتوا في البدايه ديال الفيديو راه جايه على الطريق الرئيسيه، يعني ماشي عند البيست ولا شي حاجه، راه على الطريق الرئيسيه ديال وجده. والموقع بالضبط كما قلنا ما بين اغبال واحفير. الفيرما راه محفظه، كتباع الثمن غنعطيه لكم ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. فوالا هنايا دور الشجر ديال الزيتون باقيين صغارين، وكاين اللي على برا كما شفتو كبارين. هنايا لاكسي اللي كدي ديريكت للدار اللي كاينه تما. اذا ما مشينا العرض النهار وين تاتي ايجن فارما تمنزه، ذي السدة نسخة آخر، ذي الشجورة الزيتون، ذي الشجورة الفيرس، ذي الشجورة الرباق، وذي سطس الشجورة الفواكه. فيرما محفظة، ذي سجن تدة صعبة عن فوت شاضث ثو ستة كوبري ذن وجدة بالضبط جاء أغبال أحفير ثو ست خوبريد خوبريد مقودرون، يعني وغاسبو بيستاني عشان حاشي وذاني خسن هاد انفيستانيا اما ديال المجال الفلاحه ني غني هني يتعجب اسن اصغن شان تدات تيري غاس نجن لي سباس طام قران ديال ني دي الزون دي سكن الطس الحوايج وسنجم شر فرصه ثانيه تاتي. وني غير جا الغرض
سفار ما يعني غنتا غاش العقار خصك يقل اشهار ني التقييم ديال النضع وجد باركان النواحي اكن غير تصل ديال النمرو 0644017000. دابا نعاود نذكركم بالمعلومات كاملين باش نعطيكم الثمن ديال هاد الفيرما هادي. كما قلنا فيرما محفظه فيها 1788 متر، فيها الدار، فيها الشجر ديال الزيتون، فيها الشجر ديال بزاف ديال الفواكه، كاين فيها البير، كاين فيها واحد الصارج ديال الماء. الموقع طريق وجدة على الطريق، ما كاين عندها لا بيست الاول على الطريق بالضبط ما بين اغبال واحفير. فإلا شفتي هذا العرض هذا وكان عندك الغرض ما تنساش تواصل معنا على الرقم ديالنا اللي هو 0644017000. اما بالنسبه للثمن ديال البيع فالثمن ديالها هو 312 مليون سنتيم، ثمن 312 مليون سنتيم. فيرما بالمنزل، فيها الشجر، كاين البير ديال الماء، كاين التحفيض جاي على الطريق، بلاصه مزيانه. ما حنا بهذا راه كنكون وصلنا لاخر ديال الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد مع عرض جديد، ومن هنا حتى تما كنقول لكم كما العاده الله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.